الحجازي مولانا الدسوقي، هل طالوت اخو جالوت؟ لا، طالوت فلسطيني، طالوت اسرائيلي وجالوت يعني تشابه الاسامي لا يدل عليه. جالوت كنعاني فلسطيني. الله، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك، لان طالوت تنازل في الملك لداود، قال له اذا قتلت جالوت ازوجك بناتي واتنازل لك عن الملك. سبحان الله، يعني هم داود من بني اسرائيل وجالوت وطالوت. جالوت فلسطيني مو من بني اسرائيل، وطالوت يعني كنعاني جالوت، وطالوت وطالوت من بني اسرائيل. الله، اعترضوا قالوا ونحن احق بالملك منه، لانه لا من نسل يهوذا، اللي هو مين؟ جالوت طالوت. طالوت لا من نسل يهوذا يكون فيه النبوة، ولا من نسل اسمه ده شمعون سبحان الله يكون فيه الملك. كويس، فلذلك قال من نبي شمويل، قال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني في علوم العسكرية وفي الجسم الطويل، فهو طالوت اصله طويل البنية، ولذلك قال طوى. شكرا سيدي لان قاموا الصلاة كله كويس.